3 2 1. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين. النهارده اول حلقه من ماكس بريانس. هنشرح الاكسبيرينس بتاعتنا ازاي هنبدا يوتيوب تشانل سوا مع بعضينا. واحده واحده كده نشوف الدنيا تعمل ازاي وازاي نسيت كل حاجه سوا عشان نبتدي حاجه بروفيشنال وتعجب الناس ونطلع الكونتنت اللي احنا محتاجينه. صح ماشي. اول حاجه هنعملها تعالوا نشوف الفرق ما بين اللي هيحصل دلوقتي. السيت اب اللي احنا حاطينه ده زي ما انتم شايفين مش حلو خالص، والسيت اب التاني اللي هنعمله في الاخر. اول حاجه قلنا عليها نجيب مايك، نقول عليها نجيب مايك. طيب ممكن نجيب مايك زي ده اكسترنال اهو يتحط على الكاميرا وهيطلع كواليتي عاليه جدا. حتى المايك الصغير ده اللي بنجيبه بيطلع كواليتي حلوه وكويسه للفيديوهات بتاعتنا. او تسجل بالموبايل عادي جدا، تمام، وتحط التسجيل ده وتسنكرونايز التسجيل ده مع ايه، مع الفيديو بتاعك. وهقولك على طرق برضو ممكن تستخدمها ازاي تسنكرونايز الموضوع ده صح، تمام، في فيديوهات جايه. تمام. تاني حاجه هنشوفها هي زي ما احنا شايفين الاضاءة هنا اريح، و مديه كونترست هنا ان الوش اهو في شادو الناحية التانية مش زي الاول، كان الشادو جاي هنا علينا من فوق فبيدي طبعا طبع وحش ان الكواليتي بتاعت الفيديو وحشة، لكن هنا الدنيا اهدى. انا بستخدم سوفت لايت، تمام، سوفت بوكس. ممكن تجيب اي سوفت بوكس تحط عليه لايت. ممكن نعمل سوا سوفت بوكس ونحط فيه لمبة، تمام، ونشتغل اكنه هو السورس بتاع اللايت بتاعنا للفيديوهات اللي احنا هنعملها، وده هيخلي الموضوع يحس ان هو بروفيشنال جدا وفي نفس الوقت مش مكلفنا فلوس. هي بس الفكره والايديا وازاي هنحط الاضاءه بشكل يدينا طابع متميز. بعد كده نخش في حاجه تانية في الاضاءه، تمام، اللي هي الباك لايت. انا عامل سبوتات ورا تنزل تديني باك لايت هنا اهو على كتفي وعلى هنا الشعر ده يدي باك لايت، تمام، فيدي برضو ديبس اوف فيلد ما بيني وما بين الحاجات اللي ورايا اكتر، تمام. وبرضو في سبوت منهم بيدي شويه ضوء على الحته اللي هنا. ماشي نتابع. هنا بقى معانا حاجه تانيه خالص غيرناها، غيرنا في الاعدادات كلها، غيرنا في عدد الكاميرا نفسها وغيرنا اللينس. طبعا شلنا ال 18-55 او اللينساية الوايد اللي معانا وحطينا اللينساية 50 فيكسد زي ما انتم شايفين 50 ملي كويسة جدا. ابتدي ديبس اوف فيلد طبعا ملكوش دعوة، ده المج بتاعي مش مشكلة جدا. بس غيرنا كمان الباك لايت اللي هنا خليناه على اليمين وفلاش موبايل جد عادي جدا بدل السبوتس اللي كانت نازلة من فوق كانت عاملة برضو لسه شادوز. هنا خليناها مديها باك لايت احسن ومش بستخدم حاجة جامدة يعني، تمام. فانت ممكن تستخدم لنساية تانية مثلا زي 50 او لخ، او تجيب اللنساية بتاعتك الزوم بتاعها على مثلا 50 ملي، تمام، بحيث ان تبقى قريب وتحاول تبعد عن الاوبجكتس اللي وراك وتديك الدبس اوف فيلد ده. هنا اللي غيرنا زي ما انتم شايفين ممكن توصل ل 1.8 في الابريتشر، فده يعوض معانا في الاضاءه القليله ويعوض معانا ان احنا نعلي الايزو، لان الايزو كل ما يعلى كل ما احنا عارفين ان احنا يحصل نويز معانا، فما ننبسطش ولا الجمهور ينبسط ولا حد ينبسط، لكن بالطريقه دي الدنيا تبقى احسن. وان شاء الله كل شويه احط لكم التيبس اللي بنتعلمها سوا لحد ما نفتح التشانل دي وتنجح، سواء التشانل بتاعتي او التشانل بتاعتكم. المهم كل واحد يبقى بيحاول يستفيد كل الامكان من اللي معاه، تمام. شكرا ليكم، ودي كانت الفيديو الاول بتاعنا. وان شاء الله ما نحتاجش فيديوهات تانية غير بس التيبس الصغيره اللي احنا ممكن نعملها. الفيديوهات الجايه هتبقى التركيز ازاي نابلود وازاي نسيت اب التشانل بتاعتنا عشان نرفع الحاجات اللي احنا محتاجينها دي ونوصل الكونتنت بتاعنا وصوتكم يوصل للملايين. طبعا انا طبعا الفيديوهات بتاعتي تبقى قليله لسه في الاول يا جماعه، وبدينا ده اول فيديو، ويا ريت بقى ايه تسبورتونا يعني. ماشي شكرا لكم.